في كان على الحق ناس، ليش ما عدناش نشوفهم؟ لأنه أسلموا، فبقيت الفرق الأخرى. وحتى التاريخ النصراني بيذكر الاختلافات اللي كانت مثلا في حدود 325 325 ميلادي، قلنا بعث الرسول 610، 325 ميلادي عقد اجتماع في بلد اسمها نيقيا من أجل بحث موضوع الموقف من المسيح، هل هو المسيح طبيعته بشرية ولا مش بشر. فكان في واحد اسمه أريوس ومعه كثرة من القساوسة والمسيحيين، هذا بيرى أن المسيح بشر، فلما اجتمعوا كان لا يزال اللي جمعهم الملك القيصر الروماني لا يزال وثني، كان يبدو له تأثير. في الأخير بالتصويت انهزم أريوس، مش مهم، المهم بذكره في التاريخ انه كان في صراعات، وكانوا في ناس بقيوا على الحق حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بعد هيك ما عدناش نشوفهم، معروف ليش، أسلموا، ومنهم سلمان الفارسي.